كم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم هل اتاكم حديث السكاكين وقطع رقاب المستضعفين قال المولى عز وجل في محكم التنزيل من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا النفس التي يتحدث عنها القران الكريم ها هنا وفي مواضع كثيرة هي النفس المحترمة وهي مطلق النفس ولذلك وردت نكرة فالنكرة ها هنا للعموم والاطلاق كما يقول علماء التفسير والبلاغة والذوق القرآني ولم يقصد المشرع جل في علاه نفسا تنتمي الى دين او قومية او مذهب او طائفة او جهة او منطقة فتعالى الله علوا كبيرا ان يمنح الحصانه لنفس دون نفس وقد ورد في الاثر ان اول ما يحكم يوم القيامه فهو حق بني ادم فيوقف بني ادم فيفصل بينهم ثم الذين يلونهم من اصحاب الدماء حتى لا يبقى منهم احد ثم الناس بعد ذلك فياتي المقتول قاتله يشخب دمه في وجهه فيقول هذا قتلني فيقول انت قاتله ولا يستطيع ان يكتم الله حديثا نعم نعم سينهض المذبوحون كل المذبوحين ويحتجون في حضره الله تعالى على اتباع حزب الشيطان الطلقاء الذين باتوا يذبحون ويجزون الرقاب من الوريد الى الوريد بسم الله تارا وباسم رسوله تارا وباسم المؤمنين تارا وشعارهم ذبح الجميع المسلمين والمسيحيين وحتى الحيوانات باتت تشكو إلى الله منهم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله من قال أن الأولين أو المتأخرين أو أن الله أو محمداً وأهله وصحابته أجازوا ذبح المسيحي والتقرب إلى الله والبحر بفصل الرؤوس عن أجسادها فقد ورد في الأثر أن أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله ومن ضرب غير ضاربه وتبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وعن حبيب قلوبنا ومهجة أرواحنا روحي له الفداء رسول الله أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أن قل للملأ من بني إسرائيل إياكم وقتل النفس الحرام بغير الحق فمن قتل منكم نفسا في الدنيا قتله الله في النار مات قتلا مثل قتلته صاحبة أيها القتلة أيها الذابحون أيها العابتون بالأرواح والأعراض قال الله تعالى ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ولم يقل وذبحنا بني ادم في البحر اسمعوا يا من تقتلون اتباع عيسى عليه السلام ماذا قال رسولنا الحبيب الا من قتل نفسا معاهده له ذمه الله وذمه رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة وأن ريحها لا يوجد على مسيرة سبعين خريفا وقال المصطفى لنصار نجران ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله كان الرسول الكريم يمشي في جنائز اليهود والنصارى فقيل له انها جنازه يهودي فقال اليست نفسا وطالما اوصى الرسول الكريم بالقبط خيرا طالما أوصى الرسول بالقبط خيرا فعن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ملكتم القبط فأحسنوا إليهم فإن لهم ذمة وإن لهم رحمة أيها الذابحون أنتم تنتمون للشيطان وليس للرحمن رسولنا أوصانا بالقبط والأقباط الرحماء الطيبين وقال أوصيكم بالقبط خيرا وأنتم تذبحونهم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حرمة دم المسيحي عنوان برنامج ألف لاميم ويشاركنا في النقاش من القاهرة الحبيبة الشيخ السيد الفاضل الشريف محمد عبد الهادي الجويش من علماء الازهر الشريف ومن العراق الحبيب العلامه الدكتور الشيخ خالد الملا رئيس جماعه علماء العراق ومن لبنان الشيخ الفاضل محمد خضر رئيس منتدى المنتدى الاسلامي للدعوه والحوار مرحبا بكم جميعا شيخ محمد حياكم مبدئيا دعني اعزي المصريين كل المصريين وأعز الشعوب العربية والإسلامية لهذا المصاب الجلل كأنما عملنا هو تقديم العزاء فقط في هذا العالم الإسلامي الذي يذبح من الوريد إلى الوريد ماذا تقول في قتل إخوتنا المصريين بهذه الطريقة الفظيعة التي ما أنزل الله بها من سلطان بسم الله الرحمن الرحيم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد دعني في البدايه دكتور يحيى ان اقدم ايضا العزاء لهؤلاء الابرياء الذين قتلوا ظلما باسم الاسلام وكم هي الفظاعات والجرائم التي ترتكب في هذه الايام باسم الاسلام الامر الذي يضعنا يوما بعد اخر في موقع المدافع عن الاسلام ومحاوله رد الصوره المشرقه والمشهد الالهي الرباني لهذا الدين العظيم. وهذا تجنن وظلم للدين وللعقيده وللشريعه التي انزلها الله سبحانه وتعالى على قلب رسوله صلى الله عليه واله وسلم. الامر لم يعد يتعلق بتشويه صوره فئه او جماعه او مذهب. الامر صار متعلقا بشكل مباشر بالاسلام نفسه كدين الذي اصبح في قفص الاتهام في مرحله من المراحل السابقه كانت لدينا بعض الحجج والذرائع التي من خلالها كنا نقول ان الاسلام يظلم من خلال الدعاوى الغربيه وتصويره على انه دين العنف والارهاب والتخلف. الان اصبحت هذه التهم لصيقه بالاسلام بفعل المسلمين. او بفعل فئه تنتسب الى الاسلام بشكل او باخر لذلك نحن نعم في وضع لا نحسد عليه نحن في وضع من يعزي بالاسلام نفسه الان في بعض المراحل وفي بعض المشاهد لان هذه السلوكيات في الحقيقه انما تعبر عن امور لا علاقه لها بالاسلام لا تنتمي ولا تشبه الاسلام لا قيمه ولا مبادئه ولا عقيدته ولا سلوكه ولا تشبه سيره رسوله صلى الله عليه واله وسلم في تعامله مع غير المسلمين وقد اشرت في مقدمتك المباركه الى بعض هذه النماذج التي من خلالها رسم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العلاقه مع غير المسلمين هذا هو دين الرحمه الذي انزله الله هذه هي شريعه محمد التي اورثها صحابته واهل بيته والمؤمنين من بعده ولا ادل على ذلك من ان هذه الجرائم وهذه الفظاعات وهذه الجنايات بحق الاسلام كدين يتنكر لها كل علماء الامه. الان نحن نسال سؤال كبير يطرح نفسه الان. هذه الامور وهذه الاشياء الفظيعه والغريبه عن الاسلام اين وجودها وحضورها في تراث المسلمين؟ اين وجودها وتاصيلها في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم؟ الحق ابلج. شرع الله تعالى الحق ليكون كالشمس في رابعه النهار في حين اننا نرى ان هؤلاء يفعلون هذه الفعله ثم يحاولون ان يدبلجوا وان يخترعوا وان يبتكروا لها ادله ومسانيد شرعيه يقولون انها ادله يستندون اليها في افعالهم واقوالهم وهذا امر لا علاقه له بطريقه التشريع الالهيه انما هذا يدل على ان ثمة فئه تريد ان تستخدم الاسلام لا ان تخدم الاسلام هنا دعني انتقل الى العلامه الدكتور خالد الملا شيخ خالد لنتمهل قليلا ونحن نؤسس لهذه المرحله الاسلاميه الحرجه الذين قتلوا اخوتنا من اقباط مصر استندوا الى فتاوى شرعيه موجوده في موروثنا الاسلامي نستطيع ان نقول اليوم ان الموروث الاسلامي بات يذبح المسلمين ويذبح المسيحيين على السواء. هؤلاء لم ياتوا من كوكب المريخ ولا من عطارد ولم ياتوا من جزر نائيه لا عهد لها بالرساله الاسلاميه. هؤلاء ابناء جلدتنا هؤلاء ينتمون الى رساله الاسلام واسمع يا شيخنا ما هو سندهم. يقول ابن تيميه في مجموع الفتاوى من لم يحرم التدين بعد مبعته بدين اليهود من لم يحرم التدين بعد مبعته بدين اليهود والنصارى ومن لم يكفرهم فليس بمسلم باتفاق المسلمين ابن تيميه يقول اليهود والنصارى كفار عندما اكفر مله معنى ذلك جواز القتل لأن الكافر يقتل وقال ابن الجوزية في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله فأخبر تعالى أنهم يعرفون الصدق إلى أن يقول وهم اليهود والنصارى وهم كفار وهم كفار بلا خلاف من أحد من الأمة أما ابن حزم في كتاب مراتب الاجماع يقول واتفق علماء الاسلام على تسميه اليهود والنصارى كفار معنى ذلك ان قاتلي الاقباط يكرسون فتاوى علماء الاسلام من علماء السلفي بسم الله الرحمن الرحيم تحيه لك ولضيفيك الكريمين وللساده المشاهدين دعني في البدايه اسس لقضيه مهمه جدا هناك قاعدتان مهمتان في الاسلام هما الاصل في التعامل مع الناس مع كل الناس مع المسلمين وغير المسلمين وهناك استثناء ما هو الاصل وما هو الاستثناء؟ الأصل القاعدة الأولى هي الرفق الرفق وتكريم الإنسان هذا هو الأصل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من طين، بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هنا قال قال ربنا بشرا فالسجود ليس لادم وانما لجنسه على ما تفضلتم للاطلاق والتعميم او العموم. والرفق هي صفه من صفات الاسلام ومن صفات رسول الاسلام صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان الرفق ان الرفق لا يدخل في شيء الا زانه ولا ينزع الرفق من شيء الا شانه ولهذا لما لما دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وقالوا السام عليكم بحضور السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالوا السام عليكم والسام والموت والهلاك فردت عليهم أم المؤمنين عائشة وعليكم واللعنة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم موضحا ومربيا ومرشدا وموجها قال مهلا يا عائشة إن الله إن الله يحب الرفق في الأمر كله. إن الله يحب الرفق في الأمر كله. من هذين من هاتين القاعدتين الرفق وتكريم الإنسان نعتبر أن أنهما الأصل في التعامل مع الآخرين سواء مع المسلمين أو مع غيرهم أما الاستثناء فالاستثناء هي, هي الغلظة هذا أمر لا يعتبر أصل من هذه الأصول أما هذا الكلام الذي ذكرتموه فهو كثير مثله في كتب الفقه وفي تراثنا لكن من الذي يستطيع أن أن يفرز أن يميز بين الغث والسمين بين الطيب وبين الخبيث العلماء الأعلام وبالتالي نحن في عقيدتنا كما تعلمون ليس هنالك عصمه لا لابن تيميه ولا لغيره فلربما قال هذا الكلام ولست مدافعا عن عهد لكن لربما قال هذا الكلام هو او غيره في ظرف يختلف عن ظرفنا الذي نحن فيه هذه المساله الاولى، المساله الثانيه هذه المجاميع المتطرفه التي ذقنا منها مراره وذبحا وحرقا على مدى أكثر من عشر سنوات ونحن كما تعلمون نعم. نستصرخ لعالمنا الإسلامي نستصرخ للأزهر الشريف نستصرخ لرابطة العالم الإسلامي ولمنظمة التعاون الإسلامي ولكل علماء الأمة الغيورين نقول لهم ثمة ذبح في العراق تعالوا لنتعاون كي تتوقف آلة الذبح كان ينظر إلى العراق او ما يحدث في العراق انها مساله يعني مساله بين الشيعه والسنه او مسائل سياسيه هنا وهناك وكنا نقول سوف تصل هذه الفتن اليكم واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه وبالفعل وصل يعز علينا ان نرى الاقباط او ان نرى غيرهم يقتلون بهذه الطريقه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما والأحاديث في ذلك كثيرا كثيرة جدا أكثر من أن, أن تعد ولكن هذه المجامع يا دكتور هذه المجامع المتطرفة التي للأسف الشديد يعني تقمصت قميص الإسلام وتسربلت لباس مذهب اهل السنه خلي يسمعني كل العلماء خلي يسمعون وخلي يعني ينتبهون لهذا الكلام خلي الجميع ينتبه هؤلاء العصابات المتطرفه رضينا ام ابينا لابست لباس اهل السنه وجاءت للعراق منذ عشر سنوات بحجة الدفاع عن أهل السنة وبالأمس أمس القريب حرقت أكثر من أربعين مواطن في البغدادي في ناحية البغدادي من في في قضاء في 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 مد... في محافظه الانبار، اين الاعلام عن هذا؟ اي دفاع هذا عن اهل السنه؟ وهي التي قتلت علماء الموصل، وهدمت مساجدهم واضرحتهم وأضرحت ال... واضرحه و... والاماكن المقدسه للانبياء. فانا اقول هذه المجاميع ال... الوحشيه المتطرفه سرقت قدسيه هذا المذهب. ولذلك اليوم المؤسسات الدينية واجبها أن تقف وقفة عملية صادقة لا نريد وقفات سياسية لا لأن الحاكم اليوم طلب مني أن أتكلم وأنبذ داعش اليوم أنا أخرج ليتكلم عن داعش العلماء لا يحتاجون أذن من أذن أو إجازة من السلطان ولذلك يا سيدي هذا سببه هذا الذبح الذي رأيناه على الاقباط على اخواننا اقول اخواننا على اخواننا اخواننا الاقباط الذين رايناهم يذبحون على على ضفاف البحر المتوسط هذا سببه تقاعس المؤسسات الدينيه التي تقاعست للاسف الشديد لفتره من الزمن اليوم نهضت اهلا وسهلا هذا شيء محبب وشيء مقبول جدا ونحن نتابع ونتفاعل مع هذا مع هذا النهوض لكن هذا لا يكفي لا يكفي ان اقول اليوم داعش يعني مله خارجه عن خارجه عن الـ عن الاسلام او هي فرقه ضاله كما سمعت ما قاله مفتي المملكه العربيه السعوديه مشكورا سماحه العلامه الشيخ عبد العزيز علي الشيخ وان قالها متاخره جدا جدا سيدي، قالها بعد أن ذبح العراقيون، لم يكن هنالك ذبح في مصر، ولم يكن هنالك ذبح في ليبيا، ولم يكن هنالك ذبح في سوريا، ولم يكن هنالك ذبح في لبنان، نحن نذبح من عام 2003 إلى اليوم بعوامل متعددة لا أستطيع الآن أن أذكرها لضيق الوقت، لكن هذه النهضة من المؤسسات الدينية ينبغي أن تعزز بنهضه علميه عمليه شامله لكي نوقف هؤلاء الذين يتحدثون باسمنا باسم ابن تيميه وباسم الشافعي وباسم ابو حنيفه يذبح الانسان اليوم البريء سواء من الاقباط او من يعني من المسلمين او من الشيعه او من السنه ولذلك اليوم الوقفه يجب ان تكون وقفه جاده، وقفه صريحه، وقفه شجاعه، وقفه غير مسيسه. اليوم نعم. ندين كل اشكال الجماعات المتطرفه التي تتسربل لباس المذهب تاره والدين تاره اخرى. شيخ خالد مبدئيا والله لان سكتت هذه المرجعيات والمؤسسات لن نسكت وسنظل نصرخ ونصرخ نعم للتفكير لا للتكفير وبالمناسبه تواصلت مع كثير من هذه المرجعيات التي تتحدث عنها ووضعت بين ايديها مشروعا لمقاومه التكفير باستراتيجيه اعلاميه وسياسيه وفكريه وحضاريه فللأسف الشديد صد المشروع ولم يتجاوب معه أحد إن الأنفس مطمئنة للقتل دعني أقول عظم الله أجركم في العراق ونسأل الله تعالى أن ينتصر العراقيون على التكفير ويعيدوا للعراق ألقة ليكون العراق المحور العربي القادم إن شاء الله الشيخ الشريف الله محمد عبد الهادي الجويش استكمالا لهذا المحور أن الذبح موجود في تراثنا أن التكفير موجود في موروتنا عدت إلى كتاب النفائس في أدلة هدم الكنائس لابن الرفعة الشافعي وطبعا لم أعد إلى كتاب مطبوع قد يقال أن التزوير مضانه عدت إلى المخطوطة الأساس يعني إلى المخطوطة كما هي وهذا ابن رفعة يقول لا يجب ان ترتفع كنيسه في بلاد العرب والمسلمين فما الذي تقوله في هذا السياق؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وخاتم النبيين وامام المجاهدين ورحمه الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاهم باحسان الى يوم الدين وبعد فحياكم الله سماحه الدكتور يحيى وحي الله ضيفيك الكريمين والمشاهدين الكرماء وحي الله القائمين على قناتكم المباركة ورزقنا وإياكم جمع الأمة الآدمية على المحبة والسلام فبداية أشكر للأستاذين الفضيلين حديثهما المتقدم قبلي وأقول إن الدكتور خالد رفع الله شأنه قد تكلم عن فتوى ابن تيمية وابن حزم وغيرها بكفر اليهود والنصارى وارجع ذلك الى امرين اختلاف الظرف في الفتوى التي قالها ابن تيميه وايضا تقاعس المؤسسات الدينيه في المرحله السابقه نظرا لما ظهر من تلك الفئه التي سمت نفسها بداعش. نقول ان هذا الذبح وهذا الذي يقال وما الى ذلك هنا او هناك او هنالك مخالف اصلا لتعاليم الاسلام ولرسول الاسلام. فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحيوان بالرفق العام به إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن ما تفعله داعش أو التكفيريون عامة سماحة الدكتور يحيى والمشاهد الكريم هذا أمر خارج لا أقول عن الإسلام بل أقول خارج عن الإنسانية جمعاً فالناس كلهم بنو آدم كما جاء في حديث أبي هريرة وابن عمر عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الناس بنو آدم وآدم من تراب فالخلق كلهم مستوون في صفة الخلق وإن اختلفت وافترقت دياناتهم فهذا يجب التنبيه عليه مبدئيا ثانيا ليس كل ما قاله العلماء إنما هو مقبول بالأصالة فإن الذي يقبل كلامه أصالة هو كلام ربنا جل ثناؤه وما صح به الإسناد والمتن من حديث سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكما أرجعه الدكتور خالد حفظه الله إلى اختلاف الظروف في تلك الفتاوى نقول به الآن ونثمن كلامه جزاه الله خيرا ما يقوله ابن الرفع وغيره من فقهاء الشافعيه او من المذاهب الاخرى ايا كان مذهبهم وتوجههم الفقهي والعقدي هذا الامر انما يقوم على ازدراء الاديان لكننا نقول ان احترام الاديان انما هو ثابت فالمسيحيه دين سماوي ثابت واليهوديه دين سماوي ثابت لا اقول الصهيونيه فرق عندي كبير جدا سماحه الدكتور يحيى. نعم نعم بين واضح. الصهيونيه نعم وبين دين اليهوديه. فان الرسائل الصحيحه التي لا تحريف فيها ولا تبديل تمتاز بالاتي: الدعوه الى اثبات الوحدانيه لله جل ثناؤه وتنزيهه عن كل نقص. تصديق الرسالات السابقه والدعوه الى الايمان بما انزل اليهم. التمهيد للرسالات اللاحقه ان كان هناك رسالات. وهكذا فالاديان السماويه حلقات متكامله يمهد السابق منها لللاحق ويكمل اللاحق السابق او يهيمن عليه وقد نطق كتاب ربنا الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بالاتي قال جل ثناؤه بسم الله الرحمن الرحيم قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون ويقول ايضا وانزلنا اليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ويقول تباركت اسماؤه وقفينا على اثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراه واتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراه وهدى وموعظه للمتقين. شيخ محمد وعليه يجب احترام جميع نعم. الاديان وفق المبادئ السالفه الذكر. شيخ محمد فما وافق نعم. النص ال... ن... نعم شيخ نعم. محمد ادركني فاصل سامضي الى فاصل ثم اعود اليك مباشره لاكمال فكرتك من باب الانصاف العلمي. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود اليكم فابقوا معنا. مشاهدين اهلا بكم من جديد من ادرك حلقتنا الان نحن نعالج موضوع حرمه دم المسيحي في الاسلام الشيخ الشريف محمد عبد الهادي كنت تتحدث عن الفتاوى السابقه في الموروث الاسلامي سواء فتاوى ابن تيميه بن حزم ابن الجوزيه وقلت انها مرتبطه بظرف تاريخي مضى دعني احيلك الى موقع دار الافتاء في المملكه العربيه السعوديه وتستطيع ان تعود الفتوى رقم 21413 فتوى سئل شيخ الافتاء هناك عن جواز بناء المعابد الكفريه ما هي المعابد الكفريه شيخنا؟ هي الكنائس فيقول الذي افتى بانه يحرم والشاك في كفر المسيحيين كافر دعنا من دار الافتاء نعود الى احد علماء السلفيه في اليمن الشيخ علي برويس عندما سئل هل اليهود والنصارى كفار؟ قال مجيبا اليهود والنصارى كفار ومن شك في كفرهم كافر ومن شك في كفر النصارى واليهود كافر يعني يا شيخ أنت كافر والشيخ كافر وأنا كافر والدكتور خالد الملا <applause> كافر يعني إلى متى يا شيخنا إلى متى يظل هذا الموروث الإسلامي البائس يذبحنا يقتلنا يجز رقابنا والله يا دكتور يحيى سيدنا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام خلص القضية في جملة معروفة للجميع الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق فاعرف الحق تعرف أهله فكل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه حاش المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم وإنني أذكر نصا أن سيدنا عمر بن الخطاب كما جاء في تاريخ الطبر الجزء الثالث صفحة 609 وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أهل إلياء القدس نص على حريتهم الدينية وحرمة معابدهم وشعائرهم فقال بالنص الواحد هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إلياء من الأمان أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسائر ملتها انها لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من اموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار احد منهم ولا يسكن بالياء معهم احد من اليهود هكذا بالنص الواحد في تاريخ الطبر الجزء الثالث 609 على لسان سيدنا عمر بن الخطاب فمن هؤلاء الذين يفتون مع عهد سيدنا عمر اذا قلنا ان الظرف مختلف ومقابله راي براي وحج بحجة إن كان ما يقوله ما يقولونه حجة فإن كلام سيد كلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنا به مكلم مقدم على كلام هؤلاء جميعهم فقد أقرهم على معابدهم وكنائسهم ولم يرجع هؤلاء إلى هذا الكلام ولا أدري إنه البتر دلار طولت يا دكتور يحيى والمشاهد الكريم في بترو دولار في امداد في فتاوى مسيسه نحن لا نريد تسييس الدين ولكن نريد تدين السياسه نعم الدين قائم ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم وضح هذا في حديثه صلوات الله وسلامه عليه كما ذكر إخوة الزملاء من قتل معاهدا أي ذميا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة أربعين عاما هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص في البخاري وابن ماجة وعن عمرو بن الحمق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا حديث في غاية الخطورة نقوله إسنادا عن رسول الله لله وللتاريخ قال صلى الله عليه واله وسلم: من امن رجلا على دينه فقتله فانا بريء من القاتل وان كان المقتول كافرا. اخرجه البخاري في تاريخه واخرجه ابن ماجه عن عمرو بن الحمق ايضا بلفظ: من امن رجلا على دمه فقتله فانه يحمل لواء غدر يوم القيامه. وعلى هذا فالمسلم ملتزم بجميع احكام الاسلام مع المسلم وغير المسلم فمن قتل من امنه على دينه فرسول الله صلى الله عليه واله وسلم منه بريء وان كان المقتول غير مسلم وان القاتل لا يشم رائحه الجنه بل يجيء حاملا لواء غدر يوم القيامه. وهؤلاء إخوان في الوطنية أقرهم سيدنا عمر بن الخطاب على ممارسة عبادتهم بدون إكراه من أحد فمن الذي يتألى على سيدنا عمر ويتجرأ بفتاوى اختلف فيها الظرف هنا أو هناك إن هؤلاء التكفيريين الذين هم من بني جلدتنا ينظرون إلى نصف الكوب الفارغ ومع ذلك ليست لديهم ثقافة كاملة، فالإنسان المتعلم الذي يأخذ العلم من صدور العلماء ويجلس إليهم ويتتلمذ على أيديهم والإسلام سلوك فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح وغيره المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده شيخنا والمهاجر نعم من هجر ما نهى الله عنه وفي رواية نعم أخرى أكمل الرواية المسلم من سلم الناس من لسانه ويده ليشمل المسلم وغير المسلم بالتأكيد والإطلاق هنا مطلوب شيخنا محمد قبل أن نلج في صلب الموضوع لنؤسس لحكم شرعي قطعي حرم الدم المسيحي كحرمة دم المسلم أرجو أن تفسر لي بعض التناقضات في مسلكية داعش داعش حرم التدريس الفيزياء والكيمياء والعلوم الدقيقة الرياضيات والفلسفة والتربية الوطنية في الرقة ودير الزور أليس كذلك؟ لا. وقد جهروا بذلك في نفس الوقت عندما يقتلون يستخدمون تقنيه صوريه عاليه الجوده كاميرا ديجيتال تصور العمود المرتفع بين قوسين الذي يسمى عند الاعلاميين والمخرجين التلفزيونيين اللوما فالاخراج هنا دقيق وتقني لما لم يقولوا بحرمه مثل هذا التصوير هل في الامر شيء ما خبر ما ربما جهه امنيه تريد ان تصور وتريد ان تشوه دين الاسلام حتى لا تقوم لدين محمد قائمه يعني دعني اولا اضم صوتي لسماحه الشيخ من قبل دعا لمراجعه التراث الاسلامي بما يتضمنه من اراء وفتاوى شاذه احيانا على قاعده ان كل يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه صحيح. واله وسلم ومهما كان العالم فهو غير معصوم، ولا بد ان يقع في الزلل والخطا وانا اقول اكثر من ذلك نحن بحاجه لثوره فكريه تقودها المرجعيات العلميه في المؤسسات والمعاهد والجامعات الاسلاميه التي اضحت من حيث شعرت او لم تشعر تفرخ هذا الفكر المنحرف والمتطرف ثم تنقض عليه بعد ان يكون قد خرج عن السيطره واولغ يعني في دماء المسلمين ووقع في الهتك للاعراض والسلب للاموال ما ذكرته هو نموذج عن التناقض في الممارسه التي لا تستند الى قواعد واسس فكريه وهذا دليل بالتالي على الانتقائيه في ممارسه الحكم الاسلامي الذي لا يستند الى دساتير اسلاميه والى اسس ومفاهيم ثابته ماخوذه من الوحي المعصوم بحيث ان من يخدم اهداف هؤلاء هو المشروع وما يتناقض مع افكارهم او يعيق تحركهم ومشروعهم فهو الممنوع وهذا ان دل على شيء فانما يدل على الهوى الذي في نفوس هؤلاء الذي اصبح هو الذي يشرع لهم افعالهم واقوالهم وسلوكياتهم. اذا هؤلاء يعني بطريقه او باخرى كما قلنا يستخدمون الدين بشكل يطوعون من خلاله الفتاوى والاراء لما يريدون تحقيقه من اهداف على مستوى الحكم والتسلط على رقاب العباد ثم يقولون بعد ذلك ان هذا هو الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه واله وسلم. آه هذا من من ناحيه، من ناحيه اخرى هل الممارسه التاريخيه للاسلام تعطي مثل هذه النماذج وتنتج مثل هذه المشاهد المفبركه والمدعمه بكل وسائل التزوير والتشويه والتلبيس للحقائق على الراي العام الاسلامي والعالمي؟ انا اعتقد ان هؤلاء ينبغي ان يتقوا الله قبل فوات الاوان وقبل ان يصبحوا هم الجريمه الكبرى التي حصلت في تاريخ العالم الاسلامي وفي تاريخ الاسلام على وجه الارض هذا يحملهم مسؤوليه كبيره ويحمل مسؤوليه كبيره للمرجعيات العلميه التي سكتت طيله هذه المده على مدى عقود من الزمن ونحن نرى ونشاهد هذه البيئه التي تنتج هذه النماذج وهي نعلم ونحن ندرك انها تتناقض مع اسلامنا مع كل مذاهبنا ومدارسنا الفقهيه والفكريه ثم نحن بعد ذلك نقول هؤلاء مجموعة من المنحرفين أو أنهم كما يسمون في بعض البلاد الفئة الضالة هذه الفئة الضالة هي التي تربت على أيديكم يا مشايخنا يا علماءنا هذه هذه الفئة الضالة هي التي تربت في جامعاتنا في كلياتنا الإسلامية ومعاهدنا الدينية هذه الفئه الضاله هي التي تربت على الفتاوى التي لم تعرف للاسلام الا عنوانا واحدا وهو الالغاء، التخوين، التكفير، والقتل واستباحه الدماء والاموال، وهي لا تعرف للتغيير عنوانا الا العنف، ونحن تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الاسلام جاء باللطف لا بالعنف، وان التغيير انما يكون من طريق الدعوه، وان القتل والقتال اذا شرع في الاسلام فانما شرع بعد ان كان ممنوعا على خلاف الاصل في بدايه الطريق ولذلك كان بدايه مشروعيه القتال: اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا، لم يشرع القتال على انه دستور وعلى انه طريق لنشر الاسلام، وانما شرع في نهايه طريق ونفق من التعذيب والاضطهاد والتنكيل الذي تعرض له المسلمون الاوائل ليقول الله تعالى بعد ذلك: اذن اي انه كان ممنوعا كان الواجب على المسلمين أن يتحملوا كل ما تحملوه من التنكيل والتعذيب والسخرية ثم يأتي هؤلاء ويستندون إلى ما يفعلونه إلى شبه تارة يقولون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن بقتل جاريتين لابن خطل كانتا تسبان وتشتمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتارة يقولون إن رسول الله إنما أمر أصحابه بقتل بني قريظة ومعاقبة بني قينقاع وبني النضير وتارة يقولون إن الإسلام جاء بالقتل حيث إن الله تعالى قال قاتلوا الذين يلونكم من الكفار فهم إنما يستندون إما إلى عموميات تحتاج إلى توضيح وتفسير وتفصيل وإما إلى آثار تحتاج إلى تدقيق لجهة ثبوتها وصحتها وإما إلى شبه فكرية يستندون إليها وهؤلاء لم يقف حد إجرامهم وتعديهم على الدماء وعلى الأعراض عند حد لم يفرقوا بين مسلم ومسيحي تجاوزوا كل الحدود ودعني أنقل هذا الأمر إلى العلامة الشيخ خالد الملا الشيخ خالد اليوم خط طنجة جاكرتا خط عرض العالم الإسلامي يحترق يعني عندما تتأمل خارطة تضع خارطة أمامك كل الاحتراق في العالم الإسلامي يعني بالامس القريب ذبح الجزائريون باسم الاسلام والسلفيه ثم بعد ذلك تونس فليبيا فمصر واذا ذهبنا الى اقصى البلاد في اسيا الى العراق ذبح العراقيون من الوريد الى الوريد ثم اللبنانيون ايضا ذبحوا في الضاحيه الجنوبيه وفي البقاع وفي بعلبك وفي عرسال وفي كل المواطن ثم اذا وغنا الى اليمن ايضا يذبح المسلمون برايات اسلاميه سوداء قاتمه مملوءه بالضغينه والحقد والكراهيه اليوم شيخ خالد نحن مسؤولون امام المولى عز وجل المتفرج كالمشاهد كلنا قفوهم فانهم مسؤولون ما الذي يجب ان نفعله غير التنظير ما الذي يجب ان نفعله غير المؤتمرات البائسه يلتقي علماء الاسلام في الفندق يجتمعون ياكلون الخرفان وينددون بالتكفير، نريد ان نصل الى مشروع فعلي يوقف هذا التكفير بجداره، ما الذي علينا فعله يا شيخ خالد؟ أه، الذي علينا امور كثيره. أه، واحده منها أه، ان نتوحد في أه، في خطابنا في خطابنا الاسلامي او ما يسمى بالخطاب الديني ودعني اكون معكم صريحا نعم يعني لو ظهرت مجموعه متطرفه في المجتمع المسيحي على المجتمع المسيحي ان يرفض هذا التطرف ولو ظهرت مثلا مجموعه متطرفه في المجتمع الشيعي على المجتمع الشيعي ان يرفض انا اقول بصراحه نعم ولو ظهرت هذه المجموعه المتطرفه في المجتمع السني على المجتمع السني ان يرفض هذا التطرف من هنا ابدا من هنا ابدا باعتبار ان بعض المجتمعات السنيه الى حد هذه اللحظه التي اتحدث فيها اليكم هي لا ترفض اعمال الداعش بل انها في كثير من الاحيان اقول بعض هذه المجتمعات في كثير من الاحيان هي تؤيد اعمال داعش اما بالتصريح او التلميح، اكتب شيئا عن داعش اليوم في في التواصل الاجتماعي في صفحات الفيسبوك او غيرها وانظر الى الى سيل الشتائم والتكفير والرده والزندقه عليك حينما تكتب منشورا واحدا عن هذه الحثالات النجسه هذا يتضح ان ثمه ثقافه اليوم نعم المؤتمرات لربما لا تنفع انا اجلس مع عالم اخر هو يعرف جيدا ان هذا تطرف وهذا امر مرفوض اليوم لابد ان نجلس مع المجتمع، لماذا نحن دائما نستثني المجتمعات؟ اليوم المجتمع يحاربك انت لانك تتصدى لداعش وتتصدى للقاعده وتتصدى للمتطرفين بل ان بعض السياسيين أنا اقول لك كلاما من واقع حياتنا، نحن الذين نحن الذين تحملنا الضيم والقهر والقتل والحرب على مدى سنوات، نحن الذين نتحدث عن هذه المجاميع المتطرفه، حينما يظهر لك سياسي ليتكلم على شاشه التلفاز، لا يتحدث بكلمه واحده على داعش، يتحدث علينا، على على خطاباتنا، على مجموعاتنا، على خطابنا الذي يظهر الان من مصر، الشيخ الفاضل العلامه، واخونا الشيخ من لبنان، وعلي وعلى امثالنا يتحدث ليصفنا اننا مجموعات صغيره انظر الى الى الخبث وانظر الى خطوره الموضوع فانا انا فعلا اقول لكم انا اضع اول حل من الحلول في القضاء على التطرف ان نخاطب المجتمع اولا ان يرفض المجتمع هذا الفعل وانا لا اريد ان اوغل في ما جاء في سيره النبي صلى الله عليه واله وسلم وكيف ان المجتمع الاسلامي في ذلك الوقت هو الذي يرفض هذا واحد اثنين ان تقوم المؤسسات الدينيه بدورها ليس الاعلامي وانما العملي ان يبدا التثقيف يعني انا انا لست متمرسا في علم الرياضه ولكن أعرف من بعيد أن لاعبا لو أساء التصرف أو اللعب ضمن اختصاصه يطرد أو يرفع بطاقة صفراء أو حمراء أو أن هذا الفريق بجملته لا, لا يجاز له أن يلعب في هذه الدولة أو تلك الدولة يا أخي أين الإجراءات ضد علماء السوء أين الإجراءات ضد من طبل لداعش والقاعدة يعني أنا قبل, قبل شيخالد فعلة معاذ نعم آه هذا الطيار الأردني معاذ كانت الأصوات النشاس تخرج إلينا من عمان نعم يظهر علينا بعض السياسيين العراقيين وبعض رجال الفكر من الأردن ليتحدث عن داعش وباعتبار أنه فصيل مقاومة وباعتبار أنه نعم فصيل إسلامي وباعتبار أنه اقول هذه الاصوات اليوم هل تستطيع ان تخرج من عمال لكي تدافع عن داعش بعد ان ادرك الاردنيون جميعا مملكه وحكومه وبرلمانا ان داعش تحمل قساوه كبيره اقول على المؤسسات الدينيه ان تقوم بدورها عمليا والعمل يبدا من المنبر ان يتعدل وان ينظم الخطاب من داخل المنابر وان كنت وان كنا نحن في العراق الى هذه اللحظه التي اتحدث فيها اليكم وانا صريح ولا اخشى في الله لومه لائم اقول نحن في العراق الى هذه اللحظه التي اتحدث اليكم فيها ما عندنا تنظيم ما عندنا تنظيم لخطابنا الديني والمنبري هنالك فوضى في الحديث وهنالك فوضى في الخطابه في مصر قبل اكثر من 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 اشهر انا اتابع يعني الاخ وزير الاوقاف المصري والشيخ الازهر ومفتي الجمهوريه هنالك حمله اصلاحيه ابعد مئات الخطباء الذين اساءوا للدين ابعدوا من المساجد وابعدوا من المنابر اقول هذه الاجراءات لماذا لا تكون في العراق وتكون في المملكة العربية السعودية وتكون في لبنان وفي أي بلد نعم. شيخ إسلامية خالد نعم. هذه خطوات ستكمل عملية فكرتك أما نعم. أن نكتفي في موضوعة المؤتمرات واللقاءات والفتاوى والتصريحات شيخ هذا خالد لا يجدي نعم. لا يجدي نفعا شيخ خالد سأعود إليك إن شاء الله بعيد الفاصل لنكمل بقية المحاور مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود اليكم بعدها مشاهدينا اهلا بكم من جديد ما زلنا نعالج ماساتنا الكبيره في خط طنجه جاكرتا ونتحدث عن حرمه دم المسيحي سماحه الشيخ الشريف محمد عبد الهادي الجويش اشار الشيخ خالد الملا الى ضروره اصلاح المنابر كمقدمه للقضاء على التكفير ونشر التفكير في أمة الغباء للأسف الشديد يعني أكبر من المنبر الذي هو الشاشة الصغيرة وأنت تعلم شيخنا أن العرب لم يعودوا يقرؤون ابن خلدون والسهرة وردي ومالك بن نبي ومحمد باكر الصدر صاروا يشاهدون الشاشات المشكلة أن مصر التي ذبحت من الوريد إلى الوريد في مدينتها الإعلامية وفي قمرها الصناعي المصري كل الفضائيات التي تدعو إلى التكفير وإلى الدبح وتدعم داعش والنصرة ألا يمكن أن تبدأ البداية والتطهير من تطهير الأقمار العربية من فضائيات الدم والدبع وفصل الرقبة عن الجسد حياكم الله وبياكم أنا أشكر إيه أنا. للدكتور نعم أشكر للدكتور خالد الملة في حديثه المتقدم قبل الفاصل فقد ارجع الامر الى توحيد الخطاب الديني برفض التطرف من جميع الفئات مسيحيه او شيعيه او سنيه وان يرفض المجتمع هذا التطرف قلبا وقالبا وارجع ذلك ايضا الى قيام المؤسسه الدينيه الازهريه مؤخرا باستبعاد خطباء الفتنه في مصر. نشكر له قراءه المشهد قراءه صحيحه بدون مواربه نقول إن الدين سلوك لا تحدثني ولكن دعني أري فالمسيحي أخ للمسلم في المواطنة أخ له في الآدمية من اعتدى عليه فكأنما حارب الله ورسوله شيخ محمد نعم. أنا أحدثك عن نعم. الفضائيات المذهبية الطائفية القاتلة الذابحة كلها تخرج نعم. من قمر صناعي مصري ومصر ذبحت نعم. من الوريد إلى الوريد ألا يمكننا نعم. أن نلغي هذه الفضائيات نرجع الأمر عندنا هنا في مصر إلى القائمين على سياسة الدولة في وزارة الإعلام وغيرها وكما قدمت دكتور يحيى بتطهير المنابر كذلك يجب تطهير إعلام الفتنة على شاشة على القمر الصناعي الذي يخرج تخرج شاشاته عبر قمر واحد فالكلمة الطيبة هي لها ثمارها في الدنيا والآخرة أما للأسف ودعني اتحدث معك بكل صدق القنوات الفضائيه وان شئت فكل الفوضويه موجهه من خلال القائمين عليها فالامر لا يهمهم ذبح مسلم او مسيحي انما يهمهم الرزق او الترزق او نيل المكسب وما الى ذلك لكننا نشكر هنا للقائمين على الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي هيأ الظروف بالتعاون مع اهل ليبيا وما الى ذلك برد الشان برد تلك الهجمة الغابرة التي ادمت قلوب المصريين جميعهم لا اقول مسلمهم بل اقول لا اقول مسلمهم بل اقول مسلمهم ومسيحيهم الكل قلبه يدمي والكل قلبه يسير حزنا على هذا الامر وكذلك ما وجهه في الملك عبد الله ملك الاردن حفظه الله في مساله الطيار الكساسبه في هذا الامر الكل يشاهد ويعلم نعلم من الجميع من القائمين على ذوي الامر في شتى البلاد العربيه والاسلاميه بالتحرك نحو توحيد الامه الادميه شيخ محمد صف شيخ محمد إلى أنت تعرفني أنا رجل صادق ولا أماري ولا أداري أحدا ما عشت إن شاء الله. نعم. أشدت بملك الأردن ونحن نطالب الأردن أن يغلق معسكرات تدريب الإرهابيين جبهة النصرة ويغلق الحدود الأردنية حتى لا يمروا إلى سوريا ويذبحوا السوريين، يعني نحن نطالب ملوكنا وحكامنا بأن يتقوا الله في شعوبهم ويجمعوا بين القول والفعل. حقيقة هذا الأمر لك يا دكتور يحيى لكنني أنا لست رجل سياسة إنما أنا أقرأ الواقع وأقرأ قراءة مشاهد كواحد من عامة الشعب وان كان قد تخصص في الجانب الديني في الازهر الشريف لكنني لست رجل سياسه انما يهمنا تحالف اسلامي مسيحي لمواجهه التكفيريين وخاصه داعش في هذه في هذه الاونه الاخيره فقد قام الازهر الشريف عندنا في مصر بالتعاون مع الكنيسه المصريه على مواجهه التكفيريين وذلك بما اطلقوا عليه اسم بيت العائله برئاسه الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب الحسني شيخ الازهر الشريف وكذلك دعا السيد حسن نصر الله حفظه الله في لبنان الى تحالف اسلامي مسيحي لمواجهه التهديد الامريكي الصهيوني والتكفيري كما اعلن السيد حسن نصر الله مؤخرا ان الجماعات التكفيريه اساءت الى الاسلام اكثر من رسوم الكاريكاتير ودعا الى مواجهتها لهذا كله ندعو كما دعا الإمام الأكبر والسيد حسن نصر الله وأقرانهم في شتى البلاد الإسلامية أن يوجهوا هذا التوجه إلى قادتنا في البلاد العربية والإسلامية لتقف الأم صف لتقف الأمة الآدمية صفاً واحداً فكما أن الله على سبيل المثال في مصر ضمن الامن والامان لاهل الحجاز فقال في حق مصر في حق المسجد الحرام ومن دخله كان امنا قال في حق مصر ايضا ادخلوا مصر ان شاء الله امنين فالحق اخي الدكتور يحيى لا مواربة فيه ولا مجامله اننا نناشد القائمين على الامر من الدول العربيه والاسلاميه بان يرفعوا اهبه الاستعداد لمواجهه هذا الفكر التكفيري والطائفي لان هذه الفئه لا تعرف مسلما او مسيحيا او يهوديا مسالما ولا تعرف عالم دين ولا رجل كنيسه ولا نعم. تعرف سياسيا شيخ محمد عن كل عندهم واحد نعم شيخ محمد ارجو ان نعم. تبقى معي ونسال الله ان يؤمن بلاد العرب والمسلمين. شيخ محمد اذا عدنا الى البدايات صح التعبير بدايات الربيع العبري الذي دمر العالم العربي والإسلامي الدخول إلى ليبيا من قبل الناتو كان بفتوى إسلامية أطلقها على أساس مرجع إسلامي معتدل وأعطى للناتو صلاحية الدخول إلى ليبيا ودخول الناتو إلى ليبيا جرى إلى فوضى خلاقة لأن الأساس الاستراتيجي كان تدمير ليبيا من الداخل بمعنى أن الذي ذبح الأقباط في مصر هو هذه الفتوى التي أطلقها شيخ معمم في بداية الأحداث العربية، ومجمل ما يجري اليوم في العالم العربي والإسلامي في العراق في لبنان قتل إخوتنا في الضاحية الجنوبية وغيرها بفتوى، وأيضا العراقيون يذبحون بفتاوى، يعني اليوم كأننا ندعو إلى تفسير الماء بالماء بعد جهد وعناء. نحن أمام سرطان. نحن أمام إيبولا نحن أمام أيدز نحن أمام داء سحايا يعني هل نقتل الجسد الإسلامي هذا الحكام متواطئون العلماء متواطئون ثم نطالب بتطهير العالم الإسلامي من التكفير إنها معادلة مركبة جدا يا شيخ محمد طبعا هذا يقودنا للحديث عن مع الأسف ما بات يسمى في الآونة الأخيرة فتاوى غب الطلب التي تصنع بناء على رغبه الحاكم في كل بلد وبحسب سياسه هذا البلد الذي هو في نهايه الامر لا يرسم سياسته حتى تلك البلدان التي تصدر منها تلك الفتاوى انما هي تنصاع لرغبات الدول الكبرى الخارجيه وعلى راسها امريكا التي لا تريد خيرا بالامه ولا ببلادها ولا بشعوبها ولذلك نحن نرى كما ذكرنا سابقا ان هذه المجموعات التي نبذها الدين وتنبذها الانسانيه تسمى في داخل هذه الاوطان الفئات الضاله ولكنها تسمى خارجها مجموعات من المجاهدين التي تقدم لها كل وسائل الدعم الماديه والمعنويه وهذا تناقض ينبغي ان يخرج منه العلماء والدعاه الذين باتوا مجرد يعني يعني نستطيع أن نسميهم عدة الشغل للحكام وللأنظمة وأنا أذكر على سبيل المثال أنه منذ أيام في الأردن أطلق أبو محمد المقدسي وهو أحد رموز القاعدة والمنظرين لهذا التنظيم وهو يعتبر من حيث التنظير الفكري أهم من أسامة بلاد نفسه على مستوى هذا التنظيم إذا ما هذه المفارقة وما الذي يجري بتنا لا نفهم نحن ما الذي يجري أنتم مع من وضد من هل تريدون بالفعل أن تحاربوا هذه المجموعات وان تقفوا في وجهها وان تضعوا لها حدا ام انكم تريدون ان تلعبوا معها لعبه شد الحبال بناء على رغبات امريكا وتطبيقا لمصالحها. كفى نزفا لهذه البلاد الان نحن امام فتاوى منذ منذ ايام قرات فتوى عجيبه غريبه في هذا الاطار. يقول احدهم وهو احد المنظرين لهذه الجماعات يقول فتوى هو شيخنا من هو, من هو, هو؟ ابو قتاده الفلسطيني نعم. يقول في بعض كتبه الذي اطلق سراحه ايضا في الاردن يقول بالنص هكذا نعم. عنوان الفتوى يقول فتوى خطيره الشان في جواز قتل الذريه والنسوان حرصا او درءا لفتنه قتل الاخوان اذا نحن امام فتاوى تشرع قتل الذريه الاولاد النساء الاطفال نحن امام مشهد الان يضع الاسلام في مقابل معنى واحد هو القتل والقتال بغير دو يعني بدون هدف بدون غايه لا وفق سياسة ولا وفق استراتيجية محددة إنما تنفيذا لرغبات من نظر للفوضى الخلاقة في بلاد العالم العربي والإسلامي مع الأسف نحن لكن مجرد ها... وقود لهذه المعارك لكن هذه الفوضى الخلاقة لها بيئة حاضنة في خط جاكرتا لها تربة أنتروبولوجية ومعرفية وعلمية يعني لكي تصنع قنبلة يكفي أن تقول قال رسول الله كذا وكذا يعني كل النصوص جاهزة وتدفع باتجاه الدم نحن مطالبون بأمر خطير وهو تنظيف الموروث الإسلامي من نصوص الدبح والقتل وإلا ستقول الأجيال المقبلة أن هذا الإسلام دموي الشيخ خالد الملة في السياق ذاته في السياق ذاته في هذه اللحظة الإسلامية الحرجة لأن ذبح الرقاب في خط طنجه جاكرتا مرتبط بالثانيه يمكن بعيد هذه الحلقه سنسمع بسبي نسوه بقتل صبيان بتدمير كنيسه ومسجد وحسينيه يعني عامل الزمن ضدنا اما ان ننقذ حضارتنا او سوف يترحم الناس على الحركه الصهيونيه وهو المطلوب اليوم في اوروبا جلت شيخنا في اوروبا عندما تتكلم عن الحركة الصهيونية يعني المظلومية يعني الشفقة عليها وعندما تتحدث عن الإسلام هو دراكولا هو الوحش القادم هو الخوف المسيطر هو الذي جاء ليقطع الرقاب كيف ننقذ واقعنا وفي سرعة يعني مثل المريض الذي يذهب إلى الطبيب يقول له لو أنت تحتاج إلى دواء سريع للقضاء على هذا الداء ماذا تصف لنا أيها الطبيب شيخ خالد الملة؟ والله يا سيدي الوصفات كثيرة لكن أنا أحفظ قاعدة إن الله لا ينزع بالسلطان ما لا ينزعه بالقرآن هؤلاء لو قرأت عليهم القرآن كله مرّات ومرّات وذكرت لهم ما ذكرت لن ولم يستمعوا إليك أبدا هذا هذا أمر مهم للغاية لن يستمعوا إليك أبدا لكن حينما يؤتى بالقوانين الزاجرة القوانين الشديدة التي تخرس هذه الألسن وتوقفها لا أقول تقطع حتى بالمثل لكن توقف هذه الأيادي التي تذبح الناس شرقا وغربا وتحرق الناس يعني أنت طالبت جنابك طالبت الأردن بمسألة المعسكرات وأنا كعراقي مجروح مذبوح ومحروق ايضا من حقي ان اطالب الاخوه في الاردن ان يطردوا العراقيين الدواعش. نعم هنالك من العراقيين من خرجوا باسباب سياسيه واسباب طائفيه انا احترم هذا هذا القسم من الناس لكن هنالك دواعش وهنالك قنوات فضائيه فتنويه داعشيه الى الان الى هذه اللحظه التي اتحدث بها اليك هي تسمي داعش الدولة الاسلامية وهذا خطر عظيم خطر عظيم ان نطلق على هذه العصابة المجرمة نطلق عليها انها دولة اي دولة اسلامية تحدث بالامس مسؤول كبير ورفيع في الصليب الاحمر في العراق قال لا نستطيع ان نسحب جريحا من أرض المعركة في البغداد وفي حديثة وغيرها من المناطق وإذا ما تقدمت فرقة لسحب الجريح قتلت هذه الفرقة أي أي حرب هذه أي عصابة هذه التي نحاربها حتى نتحدث معهم بقال الله وقال الرسول يا إخوان أصحوا حقيقة أصحوا أنا اليوم يعني بمقدار الفرح الذي فرحته هذه الجمعة حزنت بمقداره مئات وآلاف حينما استمعت إلى خطبة الجمعة من الحرم المكي التي ألقاها العلامة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس مشكورا بعد عشر سنوات تحدث أن القاعدة وداعش أنها تتبع المتشابه والناس والمنسوخ والضعيف وال والمكذوب لكن في خطبته واني لاحبه حبا كبيرا لانه يحببنا الى كتاب الله القران لكني استغرب انه لم يذكر داعش بالاسم هل هو خوف هل هو يعني مفهوم اخر ام هو اننا لا نخسر نخشى ان نخسر المجتمع السني اخي المجتمع السني يحتاج الى صاعقه ترجعه الى صوابه، انا ادري ادري جيدا ان هذا كلامي لربما لا يعجب البعض، لكن انا حريص على المجتمع السني، ايها المجتمع السني في مصر، في لبنان، في الاردن، في كل العالم، اليوم داعش تذبح السنه من الوريد الى الوريد، اليوم داعش هدمت مساجدنا ومدارسنا وقتلت علماءنا وقتلت مشايخنا وفضلاءنا وذبحت اطفالنا ونساءنا اي اي خوف هذا واي سكوت ولما هذا ولما هذا التخاذل ولذلك يا سيدي القانون ثم القانون ثم القانون ولذلك انا 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 اؤيد ما ذهب اليه الازهر الشريف بالامس ودار الافتاء حينما عدوا المعركه وضرب داعش في ليبيا جهاد في سبيل الله والحرب في العراق ضد داعش جهاد في سبيل الله ومن يمت يمت في سبيل الله سبحانه وتعالى اذا شيخ خالد من العوامل حتى نعم. حتى نعمم الدائره وما تفعله المقاومه الاسلاميه في عرسال والقلمون هل يندرج في سياق هذا الجهاد ضد التكفيريين؟ المقاومة الإسلامية اليوم في العراق قبل لبنان، اليوم في العراق هي التي تتصدر المعركة، المقاومة الإسلامية الشيعية والسنية اليوم هي تتصدر ارض المعركة وتقاتل وتحرر وتقدم الضحايا كما المقاومة الإسلامية في لبنان وفي مناطق أخرى. و... اليوم هذا الشيخ هو الجهاد، خالد. جهاد نوجه تحية مثلما وجهت تحية للجيش العراقي الباسل ووجه تحية للجيش اللبناني الباسل ونقول له نشد على أيديكم وبكم يحيى لبنان ويقوى وللجيش لبنان وللجيش ويعيش متلاحما ان شاء الله الجيش 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 العراقي والحشد الشعبي وابناء المقاومه وابناء العشائر في العراق والجيش المصري والجيش المصري, والجيش المصري الذي شن الذي شن الحملات حملات تاريخيه اعتبرها وشجاعه ولذلك علينا الا نتقاعس المؤسسه الدينيه علماء الدين المجتمع الحكام نعم الحكام نعم هم الذين سوف ينظمون مسيره هذه المجتمعات الفوضويه ابتداء من الاعلام وانتهاء بمنابر الجمعه نعم اشد على يدك وندعو الله تعالى ان يامن العراق شيخ خالد وبحق الله ستنتصرون ستنتصرون لأن الإرهاب لا يمكن أن يحيا هو مثل السرطان سرعان ما يذبل هو مثل الشجرة المتعفنة التي لا جذور لها جذورنا في الحضارة الإسلامية الرحمة التلاقي الحوار وما إلى ذلك شيخ الجويش بالعودة إلى حرمة دم المسيحي دائما كان المسلمون يعيشون مع المسيحيين متجاورين متحابين في التاريخ في الجغرافيا كيف يمكننا ان نستحضر التاريخ الاسلامي الذي فيه صور مشرقه من هذا التلاقي واسقاطها على الواقع المعيش يمكن تحدثنا عن التجربه المصريه بين الاقباط والمسلمين على الوضع المحلي سماحه الدكتور يحيى في البلد الذي اعيش فيه وهو قريه ريفيه في مركز تابع لمحافظه الشرقيه ضمن محافظات مصر هؤلاء الاخوه المسيحيين يعيشون معنا جنبا الى جنب وعزه ربي وانا لا اخشى في الله لومه لائم ولا اجامل احدا ولا اتحامل على احد في اعيادهم نهنئهم وفي اعيادنا يهنئوننا وقد كنت منذ حوالي 21 او 22 سنه جنديا في القوات المسلحة كان معي ضابط احتياط كان لا يأكل ولا يشرب في شهر رمضان احتراما لمشاعرنا فجميع الخلق شركاء في الوطن وشركاء في الآدمية وشركاء في العهود والمواثيق وأما الدين فقد تكفل الله به عند قوله لا إكراه في الدين قد تكفل الله به عند قوله لكم دينكم ولي دين وإن الدين الإسلامي إنما هو مفروض على أهل الإسلام على من دخل في لا إكراه في الدين أي في قبول الدين لكن من دخل في الدين الإسلامي وصار مسلما سواء كان مولودا هكذا أو اعتنقه فإنه في هذه الحالة ملتزم بأحكامه أنا أذكر مثالا واضحا ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية موقف لمولانا امير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب عليه السلام. وجد امير المؤمنين علي بن ابي طالب ووجد عند رجل نصراني فاختصم الى القاضي شريح فالتفت القاضي الى علي يساله: يا امير المؤمنين هل لك من بينه؟ فضحك سيدنا علي عليه السلام وقال: اصاب شريح ما لي بينه. وقضى شريح للنصراني بالدرع لانه صاحب اليد عليها ولم تكن بينه علي عليه بخلاف ذلك فاخذها هذا الرجل النصراني ومضى ولم يمش خطوات حتى عاد يقول اما انا فاشهد ان هذه احكام الانبياء امير المؤمنين يدنيني الى قاضيه يقضي عليه اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين اتبعت الجيش وأنت منطلق إلى صفين فخرجت من بعيرك الأورق فقال علي رضي الله عنه عليه سلام الله أما إذا أسلمت فهي لك وحمله على فرسه الشاهد من هذا الموقف من سيرة الإمام علي وغيره أن الدين سلوك، فلا تحدثني ولكن دعني أرى. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والرواية الأخرى من سلم الناس من لسانه ويده ليشمل المسلم وغير المسلم. فهل ترضى أيها المسلم يا من تنتمي إلى الإسلام وأنت داعشي الفكر والمنطق أن تكون عارا على الله؟ هل ترضى أن تكون عارا على رسول الله؟ هل ترضى ان تكون عارا على الاسلام بسلوكك هذا الحقير المهين؟ ان كنت ترضاه لنفسك في مقابل الدولارات خاصة وأن لسان حالك وقالك الدولارات تبيح المحظورات ان كنت ترضى على نفسك هذا فلست منا ولسنا منك اما نحن فإننا نقول كما قال ربنا ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك لان منهم قسيسين ورهبان وانهم لا يستكبرون شيخنا محمد قلت فصلا ونطقت بلسان رب العالمين هذا ديننا هذا وحينا هذا خطنا هذا صراطنا المسيحي اخي وابن اخي وعمي وابن عمي المسيحي مني وانا منه من آذاه أذى رسول الله ومن قتله قتل رسول الله وطعنه في الضار شيخنا محمد في الختام ما الذي تقوله في شأن حرمة دم المسيحي أنا أقول لو أننا تتبعنا نصوص كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لوجدنا النصوص تشير وبشكل واضح نعم. إلى حرمه التعدي والظلم على كل انسان. ولا ادل على ذلك من تكريس مفهوم التعايش بما في ذلك حليه ان ناكل وان نشرب من ذبائح هؤلاء وان نتزاوج نحن واياهم بنص قراننا وسنه نبينا صلى الله عليه واله وسلم. وفي التاريخ قصه ذلك القبطي والاضواء الان مسلطه على الاقباط في مصر الذي انتفض له عمر بن الخطاب الخليفه واقتص له من ابن واليه عمرو بن العاص في قصه المسابقه التي جرت بينهما واطلق كلمته متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا ويكفي المسيحيه فخرا ان اول من بشر برسولنا محمد هو يسوع المسيح هو ابن العذراء سلام الله عليهما الذي بشر العرب والمسلمين والانسانيه برسول اسمه احمد سلام الله على عيسى سلام الله على العذراء سلام الله على اتباع ديانه المسيح ديانه السلام والحوار كما هو الاسلام الشيخ محمد خضر شكرا جزيلا لك جعل الله كل ذلك في ميزان حسناتك الشيخ خالد الملا العلامة من العراق الحبيب الذي نسأل الله أن يؤمنه شكرا جزيلا لك شيخ محمد عبد الهادي الجويش من أرض مصر الكنانة الحبيبة شكرا جزيلا لك اللهم يا ملاذ اللائذين ويا معاذ العائدين ويا منجي الهالكين ويا عاصم البائسين ويا راحم المساكين ويا مجيب المضطرين ويا كنز المفتقرين ويا جابر المنكسرين ويا مأوى المنقطعين ويا ناصر المستضعفين ويا مجير الخائفين ويا مغيث المكروبين ويا حصن اللاجين إن لم أعذ بعزتك فبمن أعوذ وإن لم ألذ بقدرتك فبمن ألوذ هذا يحيى أبو زكريا يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته شكرا جزيلا شيخنا